ازيكم يا اصحابي، اهلا وسهلا بيكم مره تانية في الكورس بتاعنا بتاع مسرح عرايس. اتمنى تكونوا متابعين معانا الفقرات اللي فاتت، المقدمه اللي احنا اتكلمنا فيها عن انواع العرايس. النهارده وبناء على رغبه معظم الشباب عايز الماسكات، هنتكلم عن نوع اللي هو الماسكات. انا هديكم معلومات سريعه كده على كام طريقه ممكن ننفذ بيها الماسكات، وهناخد بقى نوع اللي هو بالاسفنج. ده اللي هنشتغل فيه عملي، نكون هقول لكم العده اللي تكونوا مجهزينها، الادوات كلها وايه الخامات اللي تجهزوها علشان نبتدي نشتغل فيه على طول. الماسكات انا امبارح كنت قلت لكم انه ابسط حاجه في الماسكات باقل امكانيات، اللي هو انا ممكن كل واحد جوه بيته بدون ما ينزل يشتري اي حاجه يبتدي يعمل ماسك. ودي حاجه تفرحني طبعا لو ناس عملت كده فعلا وبعتوا لي صور قلتوا لي احنا عملنا الحاجات دي. هقول لكم الطريقه بسرعه. نجيب البالونه الكبيره اللي هي بتتباع في الشارع دي، بيحطوا جواها رز هي بتبقى ضخمه كبيره كده، ننفخها الحجم اللي هو اكبر من الراس بتاعت الشخص. نربطها كويس بحبل، ونجيب بقى ورق جرايد، ورق كراريس، وغراء ابيض. انا بقول لكم الحاجات السريعه، نجيب غراء ابيض ونخففه بميه، وابتدي اخد ورق الكراريس مقطعه شرايح رفيعه يكون كده مثلا الكوره اهي، البالونه، الحبل من فوق عشان تتعلق من فوق. ابتدي احط الورق كروسات في بعض كده، اغطي البالونه بالكامل كلها ورق بغيرها، واخدها زي ما هي كده في مكان شمس وهواء تنشف. اول وش مره، كمان مره ثالثه، اعتقد 3 وشاش هتديني صلابه قويه جدا. هفك البالونه واسحبها، يبقى عند الراس الكوره دي اول حاجه ابتدي افتحها بالكتر، هقطع منها جزء حققت لي المنظر ده اللي هو راس البني ادم بتبقى موجوده جوه هنا. هم بقى حاطط بقى شويه الاكسسوارات الخارجيه، ممكن بقطع اسفنج موجوده عندي، قطع فوم، الفوم اللي هو الابيض بتاع الثلاجات اللي بيبقى متكسر موجود في البيت، جاي مع اي جهاز كهربائي، اعمل منه شويه اكسسوارات. وليكن مثلا هعمل الودن فوم، واحط عليها حته غراء ابيض تخين من غير ما اخففه، واثبتها على البالونه. بعد كده الناحية التانية، واعمل البوز خارجي هو بيبقى شكله اهو ده كده من الجنب، تخيلوا كده من قدام هيبقى عامل كده اهو. ألزق الحاجات دي كلها بالغير الأبيض، بعد كده بالورق اللي أنا مجهزه أقصه كمان أرفع، وأبتدي اغطي كل الحاجات اللي انا حاططها الزياده دي، اديها برضو وش واحد او وشين، وفي الاخر اقوم فاتح برضو مكان للعين والزق من جوه. اجيب شبك اللي هو التل الاسود الزقه من جوه مكان العين، واحط نقطه بيضه هنا مثلا اكن اللمعه بتاعت العين. عملت ماسك بتكلفة بعد كده بديله كله على بعضه غير ابيض سادة، واجهز بقى الالوان بتاعتي، وممكن الونه بالوان بلاستيك اللي هي الوان قورة. اجيب مثلا بني ومعاه اصفر، اطعم هنا مثلا بني وهنا اصفر، الجسم كله بني، الجزء ده بني، واعمل هنا الشريطة حتة احمر. ده كل ده هيكون تلوين. انا بقول لكم اقل تكاليف، اقل تكاليف. عندي امكانيه، عندي قماش موجود في البيت ممكن اعمل بيه حاجه اقوى، هبتدي
بدل ما الون واحط غيره ابتدي على طول احط قماش او فرو بالغيره السريعه اللي هي الكله، ابتدي احط القماش عليه اخد اغطي بيه كل الراس دي. دي كده تقريبا اسرع طريقه وارخص طريقه اعمل بيها الماسك، ونسميها ماسك ورق. رقم 2، ليفل اصعب شويه. عارفين الطين؟ طين اسواني. هجيب الطين على حته خشب، اجيب مثلا مربع خشب كده او حته ابلكاش، احط عليها حته طين واقعد اشكل فيها نص وش، بحيث انه اطلع هنا كده مثلا اكني واخد نص الوش كده حاطه على الترابيزه. انا طبعا الطين شغله سهل جدا، بالايده كل شويه وتقعد تشكل الراس بالمساحه اللي انا شايف انه ده مثلا حجمها 15 سنتي او 20 سنتي، اللي ادخل راس بني ادم جواها. بعد ما بخلصها اقوم جاي جبس وشاش، او بتتباع في الصيدليه حاجه جاهزه اسمها الجبسونه. مجرد انا ببنها بدهن الطين بشويه زيت، فرشه كده فيها زيت، واحط عليها الجبسونه وش واتنين، بعد كده اخلط جبس بس ومدلق عليها، مديها قبه كامله كده جبس. اسيبها بقى يوم مثلا او حسب المكان، فيه شمس قويه ممكن يعني حوالي 7 8 ساعات، ده هتكون نشفت جدا، اقوم مطلع القالب النيجاتيف بتاع الوش اللي انا عامله. اعمل نفس الكلام للجزء الثاني بتاع الوش، الجزء الثاني بتاع الراس في خشبه ثانيه طبعا. نفس الكلام برضو اللي هو الجزء بتاع القفا. كده انا عندي الراس عباره عن نصين. عندي اسطمبه بتاعت الشكل اللي انا عنحته ده موجوده، دي بقى اقدر احط فيها كذا حاجه. ممكن برضو ارخص حاجه اجيب ورق جرايد بغير ابيض اضربهم في الخلاط واصب جوه القالب النيجاتيف، يطلع لي بعد ما ينشف كويس جدا، هو بياخد وقت طبعا عشان ده ورق وغير ابيض، بطلع القالب نص، يبقى نص القالب الشكل طالع كده اهو، ده نص، والنص التاني اللي هو القفا، يبقى عندي النصين. مجرد اني بحطهم على بعض والحم بورق بغيره كده حوالين داير ما يدور، وبرضه اكمل نفس الشغل حسب اللي انا عايزه، هل هلون ولا احط قماش. ده كده هسميه قالب طين. او فايبر جلاس. طبعا ماسك الفايبر من اروع اشكال الماسكات، بس من اتقل انواع الماسكات، وعمره يعتبر قصير لانه الماسك مجرد انه بيتخبط طبعا بيكون مرشوش دوكو فبيتقشر، فكل مره عشان اطلع الماسك شكله حلو هضطر ان اقعد امعجن واعالج النقر والخربشات اللي جت فيه. بنعمل برضه بنفس القالب ده، بنجيب الفايبر عباره عن الياف زجاجيه وماده اسمها بوليستر بالمصلب بتاعتها، بحط الالياف برصها في القالب النيجاتيف، وبفرشه بجهز ماده البوليستر بالمجفف وبسقي الالياف دي. برضه هيطلع معايا النصين وهلزقهم، بس طبعا الشغل في الخامه دي لازم يكون عندك صاروخ وشنيور، شويه ادوات عنيفه شويه. فدي تنفع لما يكون مثلا عندي شغل لشخصيه واحده مطلوبه اكررها مثلا 10 مرات 15 مره عشان اطلعها شارب وحاجة قيمة، هشتغل بالفايبر جلاس. ده كده التاني نوع اللي هو فايبر جلاس والطين، وأول نوع ماسك الورق. أنا هضطر إني أمسح.
رقم 3 ماسك تفصيل اسفنج تفصيل، ورقم 4 اسفنج نحت بلوك. رقم 3 ده اللي هنشتغله دلوقتي، اللي هو عبارة عن فرخ سفنج بنجيبه 5 سنتي، هوريه لكم دلوقتي. أبعاده 120 في 180، ببتدي أقصه بطريقة معينة، أطلع منه الراس بتاعت الماسك. طبعا دي برضو من الطرق السريعة يعتبر، اللي هي مش محتاجة حد يكون ليه في جزئية النحت. الجزء الرابع، الطريقة الرابعة، اللي هو ماسك نحت، اللي هو أنا بجيب كتلة صماء، وابتدي أنحت فيها الراس بتاعتي، وأفرغ لها من جوه حتة. طبعا دي محتاجة حد يكون اوريدي بيعرف يطلع مجسم شايفه بعينيه، لأنه مش هيعرف يرسم أوت لاين، شايفه بعينيه جوه كتلة صماء. يعني تخيلوا مثلا جوه المكان ده، أنا بقول لكم هنا مثلا هطلع راس بني آدم أو كورة جوه المكان ده، فمش هعرف أرسم. طب أنا هرسم دايرة من هنا، يا دوب أنا هبتدي أشتغل بالكتر مثلا، هطير الحاجات دي. فاحنا هنتعلم دي. انا بعمل بطريقه مختلفه شويه، بدمج الاثنين دول مع بعض، هقول لكم برضو ازاي. ده كده شرح سريع. طبعا اخر حاجه الماسكات اللي هي الكبيره خالص، اللي هي المجسمات. الاربع حاجات اللي اتكلمنا فيهم دول اللي هو ينفعوا لاشخاص، ماسكات اشخاص وماسكات حيوانات. النوع الأخير الماسكات اللي هي زي سبونج بوب، كرة البعبع، بالنسبة للشركات اللي بنعمل لهم وسائل دعائية، بياخدوا شكل المنتج مثلا. يعني تخيل مثلا دي إزازة كاتشب، بيقول لي أنا عايز ده ماسك، فبعمل نفس الشيب ده بس ماسك واحد يكون لابس العلبة دي وبيطلع إيديه وبيتحرك بيتفاعل، بيقف قدام سوبر ماركت، قدام مول، بيعمل دعاية للمنتج بتاع الشركة. ده المجسمات الكبيرة. ده ليه طبعا طريقة شغل شوية هنتعلمها، هناخد منها اكزامبل لشكل او اتنين. هنبتدي دلوقتي في اللي هو رقم 3 ورقم 4 او 3.5، اللي هو الماسك التفصيل، وانا هدمج فيه جزء النحت. طيب عشان نبتدي، مطلوب من كل واحد يجهز قلم ماركر، مسطرة طويلة متر، ولو أمكن برضو مسطرة صغيرة، كتر، مقص، والغيرة. طبعا الغيرة أحسن طريقة أنا بشتغل بيها بالغيرة. إحنا زمان كنا بنجيب العلبة وبنجيب عصاية، نقعد نسقي الغيرة، ناخده كده ونغري بيه، طبعا كان بيلحوس الدنيا وبيبهدل هدومنا. لكن الافضل احنا بنجيب الغيره بنحطه جوه دي عبوه فاضيه بتاعت كاتشب، في عبوات بتتباع اوريدي جاهزه بتاعت كاتشب برضه فاضيه في محلات 2.5، فممكن نفرغ منها في مزايد زي كده حجم، ده لما اكون عايز اغري مساحات كبيره، واغري هنا لما اكون عايز اشتغل حاجات صغيره. وخليهم جاهزين عندي عشان انا هحتاج الكلام ده. انا هشتغل فين؟ وانا بشتغل لازم يكون عندي باد، حاجه زي كده، عشان ما اقشرش، ما بوظش المكتب، ما بوظش المكان اللي انا شغال فيه. طبعا مش عايز اوصيكم ان لما هاجي اشتغل في حاجه زي كده باخد بالي كويس جدا وانا بشتغل بالقطر، لانه اسهل حاجه في الدنيا ان الواحد يعور ايده. دايما اتعلموها حاجه، انا بستخدم ايدي اليمين، لازم اشوف قبل ما اعمل اي حاجه ايدي الشمال موجوده فين. يعني ما اكونش بتكلم وانا بعمل كده مثلا، وانا بصور بعمل كده، هقطع باخد بالي ان اتجاه المكان اللي هقطع بيه اتجاه ما يكونش ماشي كده،
انا ايديا هنا يبقى انا همشي كده، عكس مكان وجود ايديا الشمال. لو انا بشتغل بايدي الشمال عكس اتجاه ايديا اليمين موجوده فين، انا همشي الاتجاه التاني. ليه الكلام ده؟ عشان نتفادى الاصابات. طيب احنا هنقف دقيقه اهلا بيكم مره تانيه. طيب ده السفنج اللي احنا هنشتغل بيه، فخانه 5 سنتي، فاللوح بيجي 120 في 180. ازاي اقدر اطلع من اللوح ده الراس اللي انا هشتغل بيها؟ دي انا شايف ان دي اهم خطوه في تكوين الراس. زي ما كنا بنعمل البالونه كوننا الكوره الفايبر، عملنا المجسم بتاع تجويف الراس اللي هو هنشكل فيه. نفس الفكره في الاسفنج. انا بجيب اللوح ده. زمان ما كنا بنبتدي نشتغل كنا بنبتدي نرسم مثلثات عشوائي. عارفين احنا اي مثلثات لما بنحط فيها لزق وبنقفلها هتكون لي شكل كوره. ما كناش حاطين لها نسب، فكنا بنرسم من هنا ونقطع، فكان بيطلع معانا المثلثات دي كلها وبتترمي، يعتبر هادر في الخامات. طبعا مع الممارسه مع كم شغل كتير لمسكات، فالواحد بيتعلم حط بالتقريب كده نسب او مقاسات تقريبيه بتطلع لي احسن نتيجه للراس. انا هرسمها لكم ببساطه كده. اللوحه اهو مثلا، انا هقيس من فوق لهنا 20 سنتي واخد خط. المقاسات دي انتوا ممكن تحفظوها عندكم. اهم مقاس عايزكم تحفظوه 17 ونص. 17 ونص ده الاساس عندي بتاع المثلثات اللي هرسم فيه المثلثات. بعد كده الجزء ده 30 سنتي مثلا. 30 سنتي دول الجزء بتاع الوش العروسة. الناتج هيطلع عندي كده اهو. الجزء ده المثلثات لما هتقفل وده الوش مفهوش اي وصلات. زي ما كنت قلت لكم امبارح ان الطريقة اللي كان بيشتغلوا بيها النموذج الواحد اللي بيتكرر بيطلع لي الوش فيه خطوط كده، لكن ده هيطلع لي الوش ساده مفيهوش خطوط. طيب ازاي بقى نحول ده هنا والمثلثات دي مقاساتها كام؟ انا هرسم قدامكم، ركزوا معايا. هاخد اول مقاس 20 سنتي ال 120 سنتي، ده انسب مقاس للشغل اللي احنا بنشتغل بيه ده. بعد كده بناخد ال 17 ونص. طبعا انا كان ممكن اخدهم مره واحده بس انا حابب امشي معاكم خطوه بخطوه. ونص. بعد كده ناخد ال 30. بعد ال 30 17 ونص يعني 47 ونص. هكذا نفس الفكرة. 30 47 ونص. تمام كده انا خدت الخطوط العرضيه. هبتدي بقى ارسم المثلثات. المثلثات اللي برسمها
المثلث القاعدة بتاعته 15 سم، هبتدي اخد من هنا احط نقطة عند 15 عند 30 45 60 75 90 واكمل. طيب يبقى احنا خدت الخط اللي من فوق 15، نص ال 15 كام؟ 7.5. هاخد 7.5 اللي هو هعمل السن بتاع المثلث، يبقى اول خط 15 15 15 15، تاني خط ابتدي الاول 7.5 بعد كده 15ات 15 30 وهكذا 45 60 75 90 85. طيب كده انا خدت اول 17.5، اهو بفكركم بالمقاس 17.5. طيب تخيلوا ان هنا في مرايه، نفس اللي انا رسمه ده هيتقلب الناحيه دي، فهبتدي من هنا 7.5 بعد كده 15ات 15. طلع اللي هناك زي اخر واحد هنا 15، بقلبه هنا يبقى 15. تمام كده دور المسطرة الطويلة خلص، هبتدي أوصل النقط ببعض. كده بعد ما اترسمت زي ما كلنا شايفين، هبتدي أمسك الكتر. كتر وأنا بقص بنزل بيه عمودي كده اهو، لا كده ولا كده. لما بينزل كده هيديني السفنج مشطوف شطفه غلط، ونفس الفكره اتجاه التاني. السفنج مش محتاجه عنف، يعني وضع بسيط جدا. انا نسيت خط هنا، زي ما احنا شايفين اهو انا تحت الباب. بسيط جدا. يطلع معايا بالمنظر ده، شايفين القطع ماشي ازاي؟ واحدة القطع كله نزل شارب عدل. كده هنخلي بقى الجزئية دي هنشتغل بيها في حاجة تانية، ونكمل تقطيع الجزئية دي.
كذا كده طلع معايا الراس. متخيلينها ولا لسه مش متخيلينها؟ مجرد ان هقفل كده، بعد كده هنحط غير هنا، نلمهم مع بعض، هيبقى عندي الراس فوق وتحت. في الفيديو الجاي هنكمل التجرية وهنبتدي نشكل مع بعض أول ماسك لولد. نكون مجهزين طبعا الاسفنج والبرة والقماش، قماش مهير، ممكن نجيب درجتين، الدرجة دي للوش ودرجة للشعر، ومقص القماش. بحب أفكركم إنه مهم جدا نعمل لايك للفيديو ونعمل مشاركة للقناة، وندعو كل أصحابنا اللي عايزين يستفادوا من الموضوع ده. شكرا، مع السلامة.